بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكل المتابعين الكرام، ما زلنا متابعين معاك وحادث انقلاب اتوبيس كليه الطب بطريق العين السخنه الزعفرانه. يعني الان متواجدين من امام مجمع السويس الطبي. يعني اصحاب المصابين ما زالوا موجودين هنا قدام مجمع السويس الطبي واولياء الامور للاطمئنان على زمايلهم. موجودين من ساعة، منذ سماع، بمجرد سماع الحادثة كانوا على طول كانوا موجودين هنا أمام مجمع السويس الطبي هنا للاطمئنان على زمايلهم. يعني آخر ما ورد لينا، يعني آخر ما ورد لينا إن الوفيات ارتفعت إلى 12 حالة وفاة و30 مصاب. يعني ده آخر رقم، ده اخر رقم وصلنا ليه من خلال مصادرنا جوه مجمع السويس الطبي، ان ده العدد، ان ده العدد النهائي خلاص. يعني مجمع السويس الطبي استقبل كده كل الحالات، كل حالات عربيات الاسعاف جابتهم. كان في اكتر من 15 سيارات اسعاف تم توجيههم الى طريق العين السخنه لنقل المصابين من مكان الحادث لهنا. فاخر رقم وصلنا ليه او من مصادرنا جوه هما 12 حالة وفاة و30 مصاب. ده العدد النهائي اللي وصل بيه الحادث لغاية وقتنا هذا. يعني أولياء الأمور موجودين هنا، زمايلهم موجودين لغاية وقتنا هذا. يعني هو كله في حالة، طبعا حالة من الحزن الشديد، وكله قلقان، اللي قلقان على ابنه، اللي قلقان على صاحبه، كله هنا موجودين عايزين يطمنوا على زمايلهم هنا. ففي طبعا حاله من التعاطف هنا، كل القيادات هنا كله موجود، يعني ما فيش حد هنا من قيادات المحافظه مش موجود. وفي توجيهات يعني من وزاره الصحه، الدكتور خالد عبد الغفار يعني ارسل نائب وزير الصحه اللي هو طارق الشاذلي محافظ السويس مدي تعليمات، مدير امن السويس هنا موجود، يعني كل القيادات هنا موجودين هنا لتذليل اي عقبات. دكتور احمد سبكي تعليمات قويه للدكتور اسماعيل الحفناوي للتعامل مع المصابين. يعني مجمع السويس الطبي استدعى كافه الدكاتره، التمريض اللي ما فيش شغل كتير نزله عشان كله يساعد زمايله من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه هنا من الحالات. يعني كله موجود. يعني برضه انا عايز اتكلم مع حضراتكم على مكان الحادث. مكان الحادث فين؟ كان في منطقه المفارق. شهود العيان قالوا ان سبب الحادث كان السرعه الزائده لسائق الاوتوبيس، وان المنطقه دي بالذات دي منطقه مش مستويه، ودي داخله تطوير المرحله الثانيه حسب خطه وزاره النقل. فهو من المعروف ان هو بيمشي، ان اللي بيكون موجود هنا بيمشي بسرعه منخفضه، السواق يعني خالف الكلام ده. فطبعا بسبب عدم سوى الطريق والسرعه الزائده ادى الى انقلاب الاتوبيس. ده حسب رؤيه شهود العيان اللي بلغونا بالحادث. يعني ما زلنا معاكم هنا امام مجمع السويس الطبي، وما زال الاهالي هنا موجودين. وزي ما قلنا لحضراتكم، مصادر مطلعه جوه مجمع السويس الطبي ابلغت ان هو كل الحالات استقبلوها خلاص، وان العدد النهائي هو 12 حاله وفاه و30 مصاب. ده العدد النهائي اللي وصل مجمع السويس الطبي. ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في متابعه مستمره لحادث انقلاب اتوبيس طلاب كليه الطب جامعه الجلاله، ونتمنى من الله الشفاء للمصابين ورحمه المتوفين. حادث كبير، وكل الاهالي هنا وكل الناس متعاطفين مع المصابين ومتعاطفين مع الاهالي. نتمنى السلامة لكل المصابين بإذن الله.
برضه بنحب بس اللي ما كانش معانا في اول البث بس الحادث يعني العدد النهائي اللي هو وصل ليه ان هو 12 حالة وفاة و30 مصاب. ده العدد النهائي اللي وصل ليه اللي وصل لنا جوه المجمع السوس طبي. ده العدد النهائي. وان الحادثة بالظبط كانت عند طريق المفاه، وان الطريق ده زي ما قلنا مش مستوي، وان سبب الحادث حسب رؤية شهود عيان ان سبب السرعة الزائدة. يعني هو إيه ده كانت السبب على حسب رؤية شهود عيان. النيابة العامة عموما ارسلت فريق من النيابة من اجل معاينة الاتوبيس ولمعرفة السبب وراء الحادث. إيه كمان عايز اقول لحضراتكم ان الدكتور الشراوي مدير بنك الدم اعلن رحب ان اي حد عايز يتبرع بدمه، وقال عموما هو احنا عندنا كياس دم متوفره، يعني هو ما فيش قلق، هو اللي عايز يتبرع موجود، ممكن يتبرع في المركز الاقليمي اللي هو مقر مستشفى السويس العام، يا اما هنا داخل مجمع السويس طب هنا متاح، وده متاح اللي عايز يتبرع هنا واللي عايز يتبرع هنا، ده موجود ومتاح في اي وقت. يعني كل القيادات في المحافظة هنا موجودة يعني بلا استثناء، يعني محافظ مدير الأمن، كل القيادات في الصحة، جامعة الجلالة، يعني ومتابعة من القاهرة من وزارة الصحة، ومتابعة من كل كافة الوزارات وكافة الجهاز المعنوي، كافة الجهات المختلفة بهذا الحادث بصراحة. يعني دول أبنائنا ونتمنى ليهم السلامة ورحم الله المتوفين ويشفي إن شاء الله ويشفي عن المصابين بإذن الله. يعني ده كانت متابعتنا هنا لحادث انقلاب أتوبيس جامعة الجلالة. يعني إن شاء الله يعني مستمرين معاكم النهاردة، مش هنسيبكم إن شاء الله لغاية آخر لحظة، لغاية ما نطمن ونطمن إنه آخر واحد خارج. إحنا مستمرين معاكم هنا لغاية ما نطمن معاكم ان الناس خرجت وكله تمام، احنا هنكون موجودين معاكم في بثات مباشر، مش هنسيبكم الا ما تطمنوا معانا على المصابين. يعني ان شاء الله في متابعة قادمة على مدار اليوم باذن الله.